تكلمت اليوم مع داود الشريان عن القولون، وكان الوقت ربما ضيق، ولكن بختصر لك الموضوع. من أجمل ما تقدم للقولون واحد، عشان يصير عندك مشاكل قولون، خضروات. صح، الخضروات صغيرون يعني قبل الوجبات، وانتظر 10 ربع ساعة ثم كل الوجبة. 2، ابعد عن الزيوت المهدرجة لأنها تدمر العملية الهضمية. أو 3، اشرب الماء بكمية جيدة. ورقم 4، امش امش، تحرك تحرك، عشان لك تساعد الهضم يا اخي، وتساعد الافراغ المعدي، وتساعد انه ما يصير حموضه، وتكافح الغازات. مره ممتاز المشي، طبعا بعد الاكل 40 دقيقه مثلا، مره ممتاز، مضبوط. وايضا استخدم الزيوت الصحيه، زيت الزيتون ممتاز، المكسرات زينه، الشوفان زين، بذور الشيا زينه، غنيه هذه بالالياف، ممتازه جدا، ممتاز. وابتعد عن المشروبات الغازيه طبعا. الفواكه مره ممتازه، مره مرتين في اليوم يا اخي، إذا سويت كذا بإذن الله ما يجيك مشاكل قولون. تكلمنا عن نقطة جميلة، الغازات. الغازات قلنا اللي في المعدة اللي فوق، أوكي، هذه غالبا ليست مرض، هذه تأتي غالبا يعني غازات. واحد يدخن علك، واحد يتحدث كثيرا يشرح للطلاب إلى آخره، واحد عنده بكاء وحالات نفسية غير جيدة، هذه هي بتعبي هنا غازات. أو الغازات اللي وين؟ اللي في القولون، اللي تحت في البطن، في عفوا ميبي هنا في اليسار، في يسارك انت، هذا مكان القولون. وهذه اسبابها كثيره، ربما بكتيريا، عدم اتزان بكتيري، بكتيريا مرضيه، ربما اضطرابات في القولون يعني على مستوى جراحي، ربما حتى مشاكل في الكبد، وهذه نادره عشان الغاز، ما الغاز اللي يطلع، ربما امور كثيره جدا يعني. فهذا هو القولون اللي نتحدث عنه، وربما واغلب شيء مشاكل غذائية، ما في نمط غذائي صحيح. تكلمنا قبل شوية عن كيف أضبط الأكل وتمشي الأمور. الحال إذا قال لك الدكتور قولون، طبعا آلام البطن بحر طويل عريض، ما هو بشيء واحد يعني. البطن زي ما تكلمت لكم أمس يقسم إلى مناطق عشان يسهل علينا نعرف الشخص يعني. عندك كلى، عندك طحال، عندك كبد، عندك جهاز هضمي، عندك يعني كثير جدا أشياء في يعني، حتى أحيانا لها علاقة بالأوعية الدموية الكبيرة طبعا. فمهم جدا ان نمر طبيبنا ويعلمنا بالموضوع. اذا قال لك قولون وهذه وضعك، فهذا هو المقطع اللي يناسبك. بس بس، اسال الله يوفقكم ييسر اموركم.